صباح الورد والياسمين لكل مشاهدينا ولكل أوفياء برنامج بصراحة. لم نعش أوبئة في حياتنا من قبل ولم نعلم من قبل كيف نتصرف مع هذا الواقع الجديد المؤقت، فهناك تعليمات أساسية للحذر أصبحت كالكتالوج اليومي لنسبة كبيرة من سكان الأرض والتي ترتكز على الوقاية الفردية من الفيروس، ومن جهة أخرى تعليمات مفادها المحاولة قدر الإمكان لعدم نقل الفيروس للآخرين. فالحل اليوم مشاهدينا هو الحد من انتشاره قدر المستطاع، ولهذا علينا تغيير نمط عيشنا وسلوكياتنا. فعلا مشاهدينا، الجائحة غيرت الكثير من عاداتنا وأنماط حياتنا ودفعتنا لاعتزال بيوتنا وانقطع تواصلنا مع الآخرين ولجأنا إلى العالم الافتراضي. رصدنا كلنا بعضا من الظروف والمواقف التي غيرت بسلوكية عدد كبير من الأفراد، ولعل أكثر ما يثير انتباهنا هو إعادة الاعتبار لشعور المسؤولية. هذا السؤال الذي يطرح يوميا في علاقاتنا مع العالم الخارجي، وإلى أي حد تحملنا جميعنا مسؤولية أنفسنا والآخرين؟ أسئلة كثيرة تطرح بشأن ما قد يطرأ على مجتمعاتنا أثناء وبعد أزمة كورونا. للإضاءة والتحليل يسعدني أن أرحب بالسيد كريم محسن الشرقي، كوتش ومستشار أسري، خريج المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية. صباح النور ومرحبا بك معنا. صباح النور للا خديجة، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. مرحبا، وأرحب أيضا بالدكتور مصطفى شقدالي، مستشار البرنامج وباحث في علم النفس الاجتماعي. صباح الخير دكتور شقدالي. أهلا وسهلا خديجة، حياك الله طبعا، والأستاذ الشرقي وكل المتابعين والمتابعات في كل مكان طبعا. مرحبا وسهلا. مرحبا. طيب أستاذ الشرقي، يعني ربما السؤال الأول الذي يتبادر إلى ذهننا في هذه اللحظات، كيف غير وباء كورونا علاقات العائلات والأسر؟ كيف أثر هذا الوباء على هذه العلاقات داخل الأسر؟ شكرا لله خديجة على طرح هذا الموضوع، حقيقة مهم جدا، واللي طبعا الأهمية ديالو دائما تتجلى ما دمنا لازلنا نواجه هذا الوباء، وما زالت تداعياته ترخي بظلالها على المجتمع ديالنا المغربي ككل. حقيقة كيف تفضلتي بأنه نمط العمل أو نمط سير الأسرة ككل تغير من حيث المفهوم ومن حيث الممارسة كذلك، لأنه إلى وقت قريب كنا ندعو الأسر بكل قوة أن تكون مجتمعة، أن تكون مقتربة، أن تكون ملتفة حول بعضها. في يعني أيام قليلة أو سنوات قليلة أصبحنا نتكلم في واقع جديد، في متغير جديد على ما يسمى التباعد الاجتماعي، فلابد أن يرخي بظلاله هذا المعطى على سير نمط الأسرة وعلى تجليات الأسرة وعلى منظومة ممارسة الأدوار الطبيعية للأسرة. الأسرة تغيرت طبعا، ستتغير بحكم على أنه أصبحت أسرة قريبة. ما معنى أسرة قريبة؟ يعني أصبحت الأسرة مجتمعة لكنها منفكة على مجتمعها الخارجي. أصبحت يعني تشعر بالوحدة، تشعر بعدم الاطمئنان، عدم الأمان، تشعر على أن العالم ككله تغير. ففي الوقت الذي أصبحت التي كانت تعتبر على أن المجتمع الخارجي هو جزء منها، تستمد قوة الأسرة من المجتمع الخارجي، من أفكار المجتمع الخارجي، من ممارسات المجتمع الخارجي، أصبحت الأسرة وحيدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الشخصية ويجب أن تمارس عملها بطريقة جديدة. طيب أستاذ شقدالي، يعني ربما محور الحلقة أو محور النقاش وأن كيف غير وباء كورونا أو أزمة كورونا حياتنا، هل للأفضل أم للأسوأ؟ نتساءل معك بحكم تخصصك، كيف أثرت أزمة كورونا على السلوك الفردي تحديدا؟ أولا لابد أن نعود إلى الكيفية التي جاء بها الوباء. الوباء جاء بطريقة فجائية والتغيير كان تطراري، صحيح، لابد أن نركز عن ذلك، لأن هذا التغيير الفجائي الاضطراري
أعطى سلوكات انفعالية في البداية، ولازالت هذه السلوكات أو لازال صدى هذه السلوكات الانفعالية إلى حد اليوم، بمعنى أن هذا التغيير لم يكن اختياري ولكن كان اضطراري. والتغيير صب أولا على التباعد، التباعد الجسدي، قبل أن نتحدث عن تباعد اجتماعي، وكما قال الأستاذ الشرقي حينما تحدث عن المجتمع الخارجي، بمعنى أن العلاقات التي كنا نعيش فيها فيما سبق واللي فيها واحد النوع من التجاوب والتجاذب والعلاقات الاجتماعية أصبح يشكل خطرا، بمعنى أن كل الأشياء التي كانت فيها مظاهر العلاقات الاجتماعية من حب ووئام إلى آخره أصبحت حتى القبلة تشكل خطر، خطر نقل هذا المرض، وأصبح كل شخص محط شكوك أنه قد يكون حاملا لهذا الفيروس. هذه القضايا كلها ارتبطت في مب. نعم أستاذة خديجة. طيب خصوصا الآن بعد سماع يعني إمكانية التلقيح في المقبل من الأيام، ربما كيف الآن ندرس سلوكيات الفرد داخل المجتمع إبان الأزمة، أزمة كورونا؟ يعني ما هي أهم المستجدات السلوكية الفردية داخل المجتمع، ودائما هي مرتبطة بالنسيج المجتمعي. أستاذ شقدالي، هل أثر يعني هذا الخبر المفرح، هل أثر على سلوكيتنا؟ نعم، المفرح أعتقد بأنه حكم قيمة في اعتقادي، لأن كنت بصدد الحديث على أن هذا الوباء والطريقة التي جاء بها خلق نوع من الريبة والشك في كل شيء، بما فيها حتى ما يمكننا نسميه باللقاح، بمعنى أن لا زالت هناك ريبة، لا زالت هناك شكوك، ليس فقط في مجتمعنا نحن ولكن على المستوى العالمي. ونحن نتابع بأن لأن الصدمة كانت قوية، أن تتوقف العلاقات الاجتماعية وما يليها من علاقات أسرية واقتصادية وكل تلك العلاقات التي كنا نعيش فيها، خلق نوع من الريبة والشك في كل شيء، بما فيها حتى العلاج، حتى العلاج، لأن هذا الوباء كان مصحوبا بعملية شك كبيرة جدا على مستوى التداول، لا على مستوى التداول الإعلامي الرسمي ولا على مستوى التداول في الانترنت إلى آخره. وبالتالي إن الإشكالية هي إشكالية مرتبطة بالريبة والشك الذي خلقه على مستوى السلوكات، وظلت السلوكات متدحرجة إلى حد الآن، سلوكات متدحرجة وفيها نوع من الخوف من الريبة، وكذلك ظهرت سلوكات أخرى كرد فعل، وهي السلوكيات التي يمكن أن نسميها التي لا تبالي، بمعنى هناك من لا يبالي ويقول بأن هذا المرض غير موجود، النفي إلى آخره، وهذه كلها ردود أفعال أصبحت تجتمع على النفسية والعلاقات الاجتماعية والسلوكية داخل المجتمع. سأعود لهذه القضية ديال الخوف، حتى حينما نتحدث عن اللقاح. نعم، سأعود لهذه النقطة ديال الخوف أستاذ شقدالي، ربما في محور لاحق، لكن أستاذ الشركي، هل من عادات ربما اكتسبناها في هذه الفترة الدقيقة، وهل من عادات أخرى ربما تم التخلي عنها نهائيا، يعني من خلال معاينتك لما يجري في المجتمع؟ صراحة نعم، طبعا أكيد لالا خديجة، حقيقة الوباء وإن يكون هو وباء ولكنه حقيقة وضح لدينا مجموعة من المعالم لحياة، لا أقول جديدة ولكن لحياة بميكانيزمات وبظروف مستجدة. فطبعا هناك مجموعة من العادات اللي حقيقة لم نكن نعير لها اهتمام، وهي عادات لها أهمية كبيرة في حياتنا. أذكر من بينها مثلا الآن نرى اهتماما كبيرا بما يسمى بالمناعة وبالصحة وبالتغذية. تمام. في إلى وقت قريب لم يكن هذا الكلام حقيقة كبيرا جدا، لم نكن نعرف أهمية المناعة، لم نكن نعطي للتغذية أهمية كبيرة جدا. الآن نرى في المجتمعات المغربية بجميع أنماطها وحتى المتوسطة أو الفقيرة تهتم بتقوية المناعة، لأننا راجعنا أن الصحة العامة هي صحة أساسية جدا. الحمد لله بدأنا نرى مجموعة من العادات الجد مهمة
مثلا القراءة، المطالعة، ممارسة الرياضة، مجموعة من المعالم التي حقيقة هي ضرورية وكنا نعلمها وكنا نعلم فوائدها وقيمتها، لكن حقيقة كنا نتركها جانبا لأن صيرورة حياتنا كانت بشكل آخر وبمعالم أخرى، وكنا نؤجلها لأننا كنا نظن كما تفضل أستاذي مصطفى، كنا نظن على أن الحياة ستستمر، وإذا به يأتي وباء فجائي ويأتي اضطراري. كذلك التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، حقيقة كنا نتعامل بشكل يعني تلقائي، الآن أصبحت وسائل التكنولوجية ربما لها أدوار أخرى، لها مهام أخرى، كالتعليم عن بعد، كالعمل عن بعد، بمعنى أصبحت ترخي بدلالها لكي تعطي نمطا جديدا للحياة. طيب أستاذ شكدالي، يعني قبل قليل أشرت إلى الخوف، ربما الخوف لاحظنا أنه ربما هو سيد المواقف في هذه الفترة الحاسمة من أزمة كورونا وتداعياتها. ربما هذا الخوف مرتبط بالاحتياطات، بالتدابير الوقائية، بالتدابير الصحية والاحترازات الصحية. هل برأيك ربما هذا الخوف قد أعاد للمسؤولية بريقها الذي انطفأ من مدة؟ لا أعتقد بأن المسألة مرتبطة كذلك بنوع آخر من المناعة. أريد أن أتجاوب مع الأستاذ شرقي، لأن المناعة ليست هي مناعة بيولوجية فقط، المناعة هي كذلك مناعة سيكولوجية. وحينما نتحدث عن الخوف فنحن نتحدث عن فقدان هذه المناعة، لأن الخوف الذي يصل إلى حالة الرهاب، الخوف الغير مبرر، الخوف المرضي، تشكيك في كل شيء، في اللقاح، في كل شيء، تشكيك في كل شيء، وهذا في حد ذاته يضعف حتى المناعة البيولوجية، عدم الاستقرار، عدم الخوض في أمور ربما فيها واحد النوع من التبات إلى آخره. وبالتالي لاحظي معي حينما تحدثت عن الخوف قبل لحظة وأنت تسألينني، طبعا فأنا تحدثت عن سلوكات انفعالية، لأننا تحدث عن سلوكات انفعالية، وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم، على أن السلوكات، هذه السلوكات الانفعالية سبق وأن تحدثت في ذلك، هي سلوكات غير متجذرة، لأن السلوكات المتجذرة حينما تعود ننساق، كما لاحظنا في أيام عيد الأضحى، وكما لاحظنا في العطال، وكما لاحظنا في العادات، لأن العادات التي اكتسبناها قبل الوباء، العادات التي اكتسبناها قبل الوباء لم تنضطر، فإنما تطفو بعد حين وتعود، وبالتالي تشكل كذلك خطر، لأن هناك عدم الاستقرار من ناحية السيكولوجية. وهنا لابد أن نشير بأن عفواً على المقطعة، فضل من بطبيعة الحال، يعني المسؤولية أين تتموقع من هذا كله؟ نعم، المسؤولية، أنا أعتقد بأن حينما تحدث عن المسؤولية هي قبل أن تكون مسؤولية أفراد هي مسؤولية مؤسسات، فأنا أعتقد بأن بعض المؤسسات أو إن لم نقل كل المؤسسات تحملت مسؤوليتها إلى حدود نفاد هذه المسؤولية، لأن المسؤولية لا يمكن أن تكون إلا بالطاقات التي تمكنها من ممارسة هذه المسؤولية. لاحظنا في البداية بأن مسؤولية اجتماعية اتخذتها الدولة على سبيل مثلا إعطاء بعض المنح للفقراء وأصحاب القطاع الغير مهيكل، وكانت كذلك مسؤوليات لجمعيات معينة داخل المجتمع المدني ومسؤوليات الأفراد، ولكن حينما نتحدث عن مسؤولية فنحن نتحدث عن إنسان أو عن مؤسسة قادرة على تدبير الخوف، قادرة على تدبير الشك، لأن أن تتحمل المسؤولية معناه أنك قادم على فهم ما يجري، لأن المسؤولية لا نتحملها انطلاقا من أشياء لا ليست لنا، وبالتالي فهذه المسؤولية التي نتحدث عنها هي مسؤولية طبعا مرتبطة بطاقات، بمعنى أنه إذا نفدت تلك الطاقة لا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك. وأنا أعتقد بأن الآن أن هذا الوباء كما قال الأستاذ الشرقي هو في حد ذاته كشف عن أعراض مجتمع معين، وفي ذلك تشخيص لأعراضنا على مستوى المناعة السيكولوجية والمناعة السوسيولوجية إن صح هذا التعبير، أو المناعة الاجتماعية. هذا هو ما كنت أريد أن أقول، من روابط اجتماعية، لأن المسؤولية ظهرت ربما في الروابط الاجتماعية التي أصبحت ربما أكثر متانة من قبل الوباء. نعم خديجة، تفضل. وهذا ربما يقودني لأن أتساءل مع الأستاذ الشركي فيما يتعلق يعني ربما ربطا بالمسؤولية، وهذه المسؤولية اللي بانت أكثر في هذه الفترة، كيف نحول هذه المحنة
إلى منحة، إلى ربما فرصة إيجابية، إلى فسحة أمل، إلى ربما تصحيح هذه الأعطاب، هذه الاعوجاجات التي ربما نراها بالعين المجردة داخل المجتمع. هل من إمكانية الآن واليوم ونحن نتحدث عن هذه السلوكيات التي تغيرت بفعل وباء كورونا أن نصحح هذه الاعوجاجات أستاذ شركي؟ ضروري ومؤكد، لأنه لا مفر ولا هروب إلا من التعامل مع الوضع وأن نطلع إلى مستقبل أفضل نتيجة استخلاص لنا لنتائج هذا الدرس، لنتائج هذا الوباء. لأن حقيقة يجب أن نعي وأن نعلم على أنه ليس هناك ظرف معين يقودنا في حياتنا، بغض النظر كان وباء أو مشكلة أو ظرفا معين لا نتعلم منه ولا يجب أن نبني به مستقبلا أفضل. فكما تفضلت أستاذتي خديجة، فعلا هي محنة، ولكن باستطاعتي أن تكون منحة، بمعنى باستطاعتي أن تكون فرصة، لأننا من خلالها سنتعلم كثير من الدروس ونمارسها على أرض الواقع. صحيح. يكفي أن أذكر مثلا هو أنه تقديرنا مثلا للعلاقات الاجتماعية لم نكن نعي ونعلم أهمية العلاقات الاجتماعية، أهمية الحفاظ على الصحة النفسية كما تفضل دكتور مصطفى، لأن من الأهمية بمكان. كذلك تقديرنا للمهن الأساسية في الحياة، حقيقة لم نكن نعلم ذلك الأدوار الطلائعية الكبرى التي يجب أن يمارسها العالم والعلماء والأطباء في مختلف الأصناف. فأصبح الوقت لزاما لنا أن نعالج ما يمكن معالجته، خصوصا أستاذة خديجة، وأننا حقيقة نتطلع كما تفضلتي إلى 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 نمط آخر. سوف نمر إلى التلقيح، الآمال لا زالت مستشرفة من أجل بناء يعني حياة جديدة بنمط جديد، لكن الأهم يجب أن نتملك مهارات أساسية اجتماعية تحيلنا أن نمارس الواقع المقبل جيد. بأكثر جدية وبأكثر صرامة وبأكثر واقعية وتطلع للمستقبل. طيب أستاذ شكدلي، في هذه الدقائق المتبقية من الجزء الأول ربما نعرج على آليات التكيف النفسي والاجتماعي مع تبعات هذه الأزمة، وفي ظل التلقيح الذي ربما سنعمل به في الأيام المقبلة. لا، هو بالنسبة للتكيف أنا أعتقد التكيف له ضوابط معينة. الآن نحن نتكيف بطريقة ربما تنبني على ما هو فجائي في الوباء، وقلت بأن حتى الخوف في حد ذاته هو نوع من التكيف، نحاول أن نجد نوع من التوازن حتى في اللاتوازن. الآن نتحدث عن سلوكات انفعالية، ولست متيقن بأن هذه السلوكات الإنفعالية ستتجدر في المستقبل، لأنه من الممكن أن يزول الوباء ونعود إلى علاقتنا المتجدرة، ونعود كما كنت سابقا عبر الأثير أقول العلاقات المسمومة السابقة، لأنه يجب أن نحتاط. ما لاحظناه وهذا مهم جدا على المستوى السياسي، بأن هذا الوباء دفع إلى اتخاذ قرارات مهمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. صحيح. وفي حد ذلك ربما أشياء ستصبح تمارس بالفعل وسيكون لها تأثير على السلوكات الاجتماعية. لا أريد أن أذكر بكل تلك الإجراءات السياسية في المغرب وخارج المغرب طبعا، أن هذا الوباء كان وراء اتخاذ قرارات وإجراءات سياسية اقتصادية قد تدعم نوع من ترسيخ السلوك الاجتماعي. وأقول قد وأسطر، لأن المسألة هي مرتبطة طبعا بعملية التكيف، مرتبطة بعملية التعلم. صحيح. إلى آخره. وبالتالي ليس لأننا الآن نعيش تحت ضغط معين وأن سلوكاتنا ستتغير وأننا سنظل في الاحتياطات التي نأخذها الآن. لاحظنا بأن الاحتياطات التي كنا نأخذها في الشهور الأولى قلت، بأن حتى تنظيف اليدين وإلى آخره قلت، وأصبحنا نمارس نوع من التطبيع مع الوباء. ولذلك فأنا أعتقد بزوال هذا الوباء قد تزول
حتى تلك السلوكات الانفعالية التي تحدثت عنها. إن المسألة هي مسألة مرتبطة بالتجدر، مرتبطة بالترسيخ، مرتبطة بسلوكات اجتماعية مرسخة، وأن التي كانت مرسخة قبل الوباء ليس بالضرورة أنها ستذهب سدى، ولكن ربما ستعود لتأخذ مكانتها داخل المجتمع وسلوكات الأفراد وسلوكات الجماعات طبعا. نعم. طيب أستاذ الشركي، في الأخير أود منك يعني أن تتفضل بالنسبة للسادة المشاهدين، هل من آليات بسيطة ربما متاحة للكل، لكل من يشاهدنا الآن، أن يتكيف مع هذه الأزمة نفسيا واجتماعيا وعلائقيا داخل الأوساط الأسرية؟ بعجالة لو سمحت. طبعا سيدتي، باختصار شديد يجب أن نكون متفائلين، لأنه التفاؤل في سياقه الداخلي يتيح لنا الفرصة لكي نرى المستقبل بشكل أجمل. ثم مع التفاؤل يجب أن نكون إيجابيين، لأن حقيقة ما يروج حولنا يعطينا انطباعا على أن الوضع قد يكون صعب ونعيش فعلا ظروف صعبة، لكن الإيجابية دائما تتيح لنا الفرصة أن نتطلع إلى مستقبل بشكل أفضل وبشكل أحسن. يجب أن نثق، أقول أن نثق في كل المؤسسات الرسمية، وأن نكون حذرين من الإشاعات ومن كل ما يروج ومن ما من شأنه أن يعود سلبا على حياتنا الاجتماعية. عذرا. شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم محسن الشركي، كوتش ومستشار أسري، خريج المؤسسة العالمية للتدريب والتنمية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا على قناة ميدي أن تيفي، وسنكمل أكيد الحوار بعد فاصل قصير عبر أثير ميدي أن. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى شكدري، أستاذ علم النفس الاجتماعي ومستشار البرنامج. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، ألقاكم غدا هنا في نفس الموعد وحلقة جديدة من برنامج بصراحة مع كامل أحبتي.